والآن ينضم إلينا من خان يونس مراسل رؤيا من هناك غازي العلول. أهلا بك غازي. إذن غازي نبدأ وإياك من شمال قطاع غزة، كيف يمكن الآن وصف الأوضاع في الشمال في ظل سياسة الإبادة التي ينتهجها الاحتلال تجاه الفلسطينيين هناك؟ نعم، مساء الخير وتحية لك إخلاص. دعيني أبدأ من ما حدث مؤخرا، حيث الاحتلال الإسرائيلي أطلق طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر معلقا عليها مكبرات للصوت، ونادى في منطقة محيط المستشفى الأندونيسي للكوادر الطبية العاملة هناك وكذلك لرجال الدفاع المدني في المنطقة، وطالبتهم بضرورة تسليم أنفسهم لنقطة التفتيش الموجودة في منطقة محيط مستشفى الأندونيسي، وطالبتهم بالتحرك دون سياراتهم، وأن أي تحرك بالسيارات يعني أنهم في دائرة الاستهداف. لم يمضي على هذا التحذير سوى 10 دقائق ليلحقهم الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ من الطائرات الاستهداف استطلاع، وعلى اثر ذلك هناك حديث عن اصابات بين صفوف رجال الدفاع المدني. هذا يعني ان المنظومه الصحيه ككل، وفق التصريحات التي وردت من وزاره الصحه الفلسطينيه، قد خرجت تماما عن العمل، وكذلك رجال الدفاع المدني الان هم غير قادرين على مواصله العمل ان يجوبوا الطرقات وينتشلوا جثامين الشهداء الملقاه منذ ايام في مناطق شمال قطاع غزه. الان نحن نتحدث عن اخر فصل ربما من عملية تفريغ السكان وعملية تفريغ المنظومة الصحية وكل الكوادر العاملة في هذه المناطق. هذا يضاف إلى سلسلة جديدة من الادعاءات الكاذبة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من الزملاء الصحفيين الذين يعملون في قناة الجزيرة بهدف التعتيم الإعلامي وبهدف أيضا تغييبهم عن الشاشة، وهذا الأمر بهدف تمرير المخططات المتعلقة بشمالي القطاع. هذه التطورات الأخيرة هي خطيرة للغاية. نتحدث عن عدم قدرة الكوادر الطبية العاملة في مستشفى العودة وكذلك مستشفى كمال عدوان عن الخروج خارج المباني والتنقل بين الأقسام، هذا لأن الطائرات المسيرة تطلق النار بين فينة وأخرى، وبالإضافة إلى عمليات القنص المستمرة، شهادات مروعة تصل من شمالي القطاع وهي غير مرصودة بالعدسات بالنظر إلى حالة التفريغ التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وحالة الاستهداف المستمر بحق الصحفيين الفلسطينيين في تلك المناطق، آخرهم الزميل طارق الدقس الذي أصيب وعائلته في استهداف طال منزلهم في منطقة الفلوجة. بالتالي نحن نتحدث وفصل أخير ربما في عملية التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق 120 ألف فلسطيني موجودون في شمالي القطاع، دفع بعضهم خلال الأيام الماضية للنزوح باتجاه مدينة غزة، والآن يحاصر بقية مراكز الإيواء وأبرزها مدرسة خليفة بن زايد التي يتواجد فيها مئات الفلسطينيين، وأيضا يطالبهم بالخروج باتجاه شارع صلاح الدين على نقاط التفتيش تمهيدا لتفتيشهم ومن ثم نقلهم إلى جنوب القطاع. منهم من يعتقل، منهم من يعدم، والبقية يتم تشريدهم وتهجيرهم باتجاه مدينة غزة. نعم غازي، منظمة الصحة أو منظمة الأمم المتحدة أجلت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال اللي وقت لم تحدده إلى الآن، متى من الممكن بحسب المعلومات التي لديك أن تستأنف عمليات أو حملة تطعيم الأطفال؟ طبيعة الحال إخلاص، التوقف جاء عقب عدم السماح لهذه المؤسسات الدولية، منظمة الصحة العالمية وكذلك اليونيسف، وهي المؤسسات العاملة والقائمة على حملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، وحتى هذه اللحظة في محاولات كثيرة لأخذ تنسيقات ذات علاقة من جانب الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إيصال هذه المطاعيم إلى شمالي القطاع، الاحتلال الإسرائيلي يرفض حتى هذه اللحظة. هم يحاولون منذ نحو أسبوع كما جاء في تصريح لمكتب الشؤون التنسيقية أو الشؤون الإنسانية الأوتشا الذي طالب بضرورة السماح بحرية العمل لطواقم الأمم المتحدة في قطاع غزة لإيصال المطاعيم وإيصال المستلزمات الطبية وكذلك الوقود، وأيضا الدعم اللازم للفلسطينيين النازحين الذين حوصروا على مدار
19 يوما ولا زالوا في مناطق شمال قطاع غزة. بالتالي عمليا نحن نتحدث عن خطر إضافي إلى جانب التجويع، عملية التشريد، القتل الممنهج، الاستهداف المستمر، كل أشكال القتل التي يجربها الفلسطينيون الآن عمليا، يضاف إليهم بأن هناك خطر الإصابة بمرض شلل الأطفال، سيما للأطفال دون سن العاشرة الذين ينتظرون تلقي الجرعة الثانية من هذه الحملة، والتي كانت ناجحة بنسبة كبيرة هنا في جنوبي القطاع بنسبة فاقت 85% وفق وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات العاملة، وهو الأمر الذي لم يتسنى لهذه الكوادر وهذه المؤسسات العمل عليه في شمالي القطاع، والسبب كما هو معروف الاحتلال. نعم غازي، أيضا أخيرا وبعجالة اليوم كان لك منشور تحدثت به أنه لا توجد أكفان اليوم في قطاع غزة، وهنا نسأل عن المساعدات وآلية وصول المساعدات إلى قطاع غزة سواء الجنوب أو الشمال. خلاص وصلتنا صور من شمالي القطاع من المستشفيات التي تحولت إلى مقابر جماعية لشهداء ملقون على الأرض، وهم يعني تم تغطيتهم بأغطية خاصة بالمستشفيات وأغطيتهم الخاصة كذلك التي يحاولون التدفئة بها، هذه الأغطية باتت هي أكفانهم، هذا بالنظر إلى انعدام الأكفان التي وصلت مؤخرا لشمالي القطاع ونفذت الكمية تماما، هو ربما دليل على كمية وأعداد الشهداء الكبيرة، بالإضافة إلى عدم وصول أي مساعدات أو مستلزمات طبية أو أي مخصصات ذات علاقة لشمالي القطاع منذ فترة طويلة، أبرزها 19 يوما الحالية التي لازلنا نرصد فيها عملية حصار مستمرة لهذه المستشفيات وهذه المناطق. المناشدات استمرت، في البداية كانوا يطالبون بالوقود، يطالبون بالمستلزمات الطبية، بالأدوية، بالطواقم للجراحة والعمليات المعقدة وكذلك أدوات التخدير، الآن هم يطالبون فقط بالأكفان. نعم أشكرك جزيل الشكر غازي العلول، كنت معنا من خان يونس جنوبية قطاع غزة.